احنا رجعنا لكم بنات بلا غوسيت ثانيه اللي هي عباره عن انسالاديا روسا. هي انسالاديا روسا سميتها السلاده الروسيه، هي ديال اسبانيا ولكن كاين بزاف الدول اللي كيديروها، ولكن هذه طريقه اسبانيا وشي حاجه تقليديه في اسبانيا. اي واحد غيدخل عندي من اسبانيا غيعرفها. لاي بلاصه في اسبانيا غتمشي شي قهوه وشي، هما كيقولوا بار، ماشي بار ديال زعما كنا بار، كيكونوا في عباره عن تاباس، كيبقاو يدومانديو تاباس مع المشروبات ديالهم. دونك كتكون ضروري ضروري ما تلقاو هاد انسالاد ديال روسا. هادي شي حاجه يعني تراديسيونيل في اسبانيا 100%، انسالاد ديال روسا ضروري. ومن بعد نوريكم التقديم ديالها، لانه التقديم ديالها هو المهم فيها. وصافي راه ساهله. كنبداو بالبطاطس. بداي ماما قولي. هادي بطاطا كسر الحبات ولا 4 حبات على حساب الناس اللي عندكم. لا بغيتي ديري بلا كبير ولا صغير؟ عندي بطاطا كتسلق شويه ديال الملح شويه ماشي بزاف، ولا كديرها في كسكاس. انا بخرتها ما سلقتهاش، انا كتجيني مبخره حيت كتجي شويه ناشفه كتجي زوينه. وكني كتسلقيها كتمعسيها شويه، معسيها ولكن ماشي بزاف، خلي شويه شي طريفه تبين. حنا درنا هذا المعس، هذا لا باقي خصني نعسها، خصني نعسها، ولكن ما خصهاش تجي مطحونه، خصها تبقى شي طريفات كيبانوا كاملين. هذاك هو السلاديه، كتكون ديما فيها شي طريفات قلال كيكونوا باقيين هكا كاملين. هذا المقاده، هذا كورنيشو، ها هو حامض كورنيشو محمد اللي كيكون حامض، كتشديه كتطحنيه طحنيه ولا تقطعيه رقيق. ولكن كنصحكم ما تاخذوش ديك الكورنيشو كيكون مالح، خذوا الكورنيشو اللي كيكون حامض. اغلبيه ديال الكونسيرف احسن، هذا احسن من ديال الكيلو. ها هو هذا كيجي زوين كيكون بنين. كثير واحد صغير كيكون بنين، هي في خصو يكون حامض كورنيش وحامض. وخيزو حتى هو كيكون حامض، حنا كيتباع عندنا وكاك محمد في القراعي حامض. حنا كتباع عندنا هادي ميكس، هما في سبليون لا في سبليون كتباع هادي وهادي في القراعي مطحونه موجده طحنينها مصايبينها، سميتها بيكاديه. اسمها بيكاديه، هنا ما كايناش في بلجيكا، ما كايناش، هذيك مختصه غير اسبانيا صافي فقط، ما كايناش. اذا كنضطروا ناخذوا حنا هذه كل حاجه بوحدها وكنطحنوا حنا في الدار. هذا خيزو محمد راه كيتباع في القراعي كنحكو، وهذا الخيار كورنيشو انا كنجيبو وكنطحنو، وحتى هذا كنقطعو ونطحنو شويه. وكنقول لكم كنصحكم ما تاخذوش المالح بزاف، خذوا هذا ديال القراعي كيكون شويه حامض، حتي خاص الحموضيه. انا في اسبانيا كيستعملوا حامض ما كيستعملوش مالح. هذا كديري البيض، انا درت هنا 4 البيضات 4 البيضات مسلوقين، ثلاثة هما حكيتهم في الحكاكة ولا قطعيهم بيديك إلا بغيتي يبقاو غلاط، كل واحد وحدة كنخليها للزواق. وهذا الطون ديال الزيت، ما ديروش طون ديال الماء، طون ديال الزيت. كل ما كان فيها طون الزيت طون شوية زايد كل ما عطاها بنة كثر. بسم الله كنشدو البطاطا هي كنطحنوها كنكونو معسناها شوية، هي معوسة ناشفة ما فيهاش الماء، هانتوما كتشوفو ناشفة ما فيهاش الماء. كنزيد عليها هاد طون، كنزيد عليها هاد كورنيشو ها هو يا محكوك مقطع، كنزيد نحكر عليكم. ردوا البال الكورنيشو كيكون مالح، هذا الكورنيشو كيتباع في القرايه ما كيكونش ماكل بزاف، كيكون زوين كيكون حامض اكثر من اللي مالح. وخيزو ما تسلقوه ما والو، خصو يكون ديال كونسيرف. لا هذا خيزو كيكون كونسيرف محمد مخلل، راه معروف عندنا مخلل. حنا في هنايا كيتباع قراعي هكا مطحون هكا داير مخلل، لكن اسبانيا كتباع ميكس. اسبانيا بلادها كتباع بيكادية، و تزيتون د اسبانيا راه واحد اخر. هادي البيض، انا غنزيد واحد شوية د الملحة لحقاش انا سلقتها بلا ملحة، هي انا كنزيد شوية ديال الملحة ماشي بزاف لحقاش هادشي كلشي راه فيه الملحة المايونيز و كلشي. بعد كندوق كنزيد واحد شوية الزيت، واحد نص معلقه الزيت وصافي، باش خليها شويه رطبه ما يخليهاش اي شي، باش عطات ديك البنه الزيت ديال صافي. وكندير هاد المايونيز، انا هاد المايونيز كالبو كتعجبني كثر، هادي هي الواعره حيت في هاد الريسيت خص ضروري تكون مايونيز كاليتي، كتكون زوينه ديال الحامض. مايونيز كتكون شويه محمضه ما كتكونش، اي لانه خصك ضروري تشوفي المايونيز اللي غتجي معاك مع هاد الطبق، وحسن ديو كالبو اللي زوينه. ما تخافوش منه، يبقى في الثلاجه يومين 3 ايام ما حدو كيبقى ما حدو كيزيع، ماشي هما كياكلو كطابا، ماشي هادو واخا تاكل هادي يوم تاكليها غدا ما حدا بقات في الثلاجه وهي كتزيا، ما تخافوش عندنا يومين 3 ايام في الثلاجه راه ما كتخسرش. حنا غنديرها لكم بطريقه اسبانيه الحقيقيه،
يعني كاين بنادم اللي كيزيد منه شي حوايج من راسه، ولكن هذه كيدير فيها الجلبانة مسلوقة، كاين كيدير فيها خبز مسلوق، ولكن هذيك ماشي سبليونية، ماشي طريقة إسبانية، ماشي صلادية الروسة الحقيقية، سميتها لا صلاد روسية، اللي هي الصلادية الروسة راه معروفة، غادخلوا غتبحثوا عليها غتلقاوها بلي هي الصلادية الروسة، وهذه بطريقة إسبانية، ما تبتكروا فيها حتى شي حاجة، إلا بغيتوا تضيقوها كطريقة إسبانية خصكم هذا الشيء يكون يعني كتكون فيها عيد بطاطا والبيض والكورنيش وخز محكوك والطون ومايونيز صافي، وما تخافوش من واخا تبدل درتي خرجتك واحد بزاف ما تخافيش، راه تبقى في الثلاجه تاكلها يومين ولا ثلاث ايام ما كتخسرش، حيت ما فيها حتى شي حاجه لا تخسر، فيها كلشي مخلل وانت عارف المخللات كتصبر ما كتخسرش. والله سبليون كيديروها وكيخليوها واحد 3 ايام كيبقى يطلبنا كل نهار كيحطها مع الغداء ديالهم في الكطافه في القهوي، وهي غير حاجه وصلكم اي حاجه المخلله ولا شي حاجه خليها حتى تنشف من الماء، ما ديروهمش بالماء المهم. احنا رجعنا، هذه الطريقه اللي خصكم تقدموها، هذه الطريقه اللي كيديروا اسبانيوليين يعني الحقيقيه، خص ضروري ديري مايونيز من فوقها، والناس اللي غيدخلوا عندي يكونوا من اسبانيا راه غادي يشوفوا هادشي راه غيعرفوا باللي يعني هادشي كندير لكم كيما هو داير كيديروا في ديك الدوله، يعني ما زدت عليه حتى شي ابتكار، ما تزيدوش عليه الا بغيتو ديال صبري ما ديرش، ما حقاش كاينين كتمشي لقهوة الشمال شي كتبقى دير فيها جلبانة خيزو بحال البايض واش كيزيدوا فيها، ولكن ماشي هي ديال الحقيقيه، ديال الحقيقيه ما تزيدي فيها حتى حاجه، وهي ضروري داكشي يكون مالح حيت هو هذاك النقطه الضعف ديالها، وهي باش كتجي زوينه خص هذاك سميتو نقول الكورنيش وخيزو كيكون مخلل مخلل محمض، كل ما كانت هذيك المخللات فيها محمضين كيعطيو هذيك البنه زوينه، ما كتجيش حامضه ها، بقاش مع البطاطا مع هذيك كتهرس ديك حموضيه ما كتجيكش حامضه، كتجي واحد المذاق رائع، يعني تبان لكم ساهل ولكن راه المذاق ديفيرون على السعرات الاخرين، زوين 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 كتجي بحال هكا انسان خارج للغابه بغيتي دي معاك شي حاجه هكا زوينه، راه كيديروها في المصبرين كيديروا حتى سميتو بحال ساندويتش كياكلها مع الخبز بليون، كيديروا مع ساندويتش ساندويتش كيديروهم لولادهم المدرسه كيديروها عليهم في يوم، راه كتجي مع الخبز بنينه، يعني ماشي تقولوا فيها النشويات ما تجيش بنينه، راه تجي بنينه بزاف، كتشدي هكا البيضات هاد البلاصه راه باقي ما كملتش، لا ما بغيتش ديما يونس بزاف صبرك، ولكن كملي بالتسواق بلاتي فاتني، حنا كنقول لكم طريقه تزوقها، وهما عندهم طريقتهم الخاصه تزوق اللي هي فيها شي حوايج اكسترا، وقول لهم عليهم، هما كيديروا سميتها فلفله، فلفله حمراء ولا اي كونسيرف، كونسيرف كتكون فلفله حمراء هي كونسيرف حتى هي حامضه كونسيرف، كيقطعوا رقي وبقاو كيحطوا كيديروها فوق منها باش كتزوج بحال الكروات، كيديروا ديك انسوا لي زنجوا لي زنجوا مالحين كونسيرف مالحين بزاف ومالحين فوق منها، زعما كتبقى اختيار، انا كتعجبني كل واحد كيفاش كياكل، انا ديك انسوا بزاف مالحين ما عنديش معاهم بزاف ما كيعجبونيش، وزيدوا حنا في بلجيكا، بلجيكا ماشي هي الصبليون، كل دوله عندها داكشي متوفر فيها ديال حنا كاينش البرودوي ديال اسبانيا قليل، فما كتقدريش تلقاي كلشي هنايا بحال بحال، فالقهوه كيكون مختلف في المذاقات مختلفين بزاف الحوايج، وهذا الزيتون تا هو زيتون اسباني تا هو شويه محمض، ماشي زيتون اي زيتون عادي، راه كيكون كيتباع في سوبر مارشيات تلقاوه، ما كيكونش فيه كاع العظم، وكيكون واحد المذاق فيه واحد اخر يعني سبيسيال، خصكم تقلبوا على الزيتون اسباني، وكتزوقوا هكا الزيتون ماشي مشروط ما ديروش، ديروا غير الفلفله هذيك اللي كدك محمضه، تقدري تشويها انت في دارك فلفله وتنقيها وديري شويه الزبيده البلديه وتحطيها تزوقيها بها، ولكن الاخرى اللي محمضه كتجي مذاق احسن، ما زعما ما كانش ماشي زعما ضروري على مذاق، يعني بغيت تولي اسبانيون يعني، وكيدير فيها انشواس، وما انشواس اللي هو الشطون مالح كيتباع في اللاطات مالح بزاف، كيكون صغير شطون صغير كاع مالح، هما هادا ضروري كيقدموا هاد الكابي هادي هي اللي كياكلوا بها هاد السلاطه، اللي كتكل بالخبز، ولكن هما هاد تيبيكا ديالهم بلادهم كيعطيوك ديما طبق مع هادو هما اللي كياكلو، والخبز كيديروه حتى في الخبز ساندويتشات حيت السلاطه هما كيديروه على حسب يومين ثلاث ايام كيبقاو يديروا الطبق، القهوه كيخدموها القهوه كتخدم بالطروفه، كوموندي عليك كيعطيوك الطروفه في الريستورون، هما كيقدموها في مع هادي بلاصه قدام ماما مع هادي، صافي هذا هو التقديم ديال الاخيري.
نتمنى تكون عجباتكم وغادي تذوقوها غتعجبكم بزاف 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 بزاف. وهاد هاد البرودوي راه موجودين كيتباعوا، هادو راه كيتباعوا الباليتوس ديال كلشي في الصلاديه غير خصك تلعبي على لي كاليتي ديال المايونيز وعلى هذاك الشيء اللي الاخر فيه يكون حامض، فهمتي؟ باش كيعطي داك المذاق ما تزيدوا فيها لا لي بزار لا والو، غير الملح لا المليحه شويه ما هذاك الشيء هذاك المقادير ما تقطعوهاش شويه لحقاش المخللات فيهم الملحه، المايونيز فيها الملحه، الطون فيه الملحه، زعما انسان حتى يذوق. الا احتاجيتي تزيدي ملح زيدي واحد القبيصه، ما احتاجيت ما ديريش ملح. وراه غتعجبكم، راه شي حاجه رائعه كتهبل. صافي وغندوز لكم دابا العصير. المهم البنات حنا جينا دابا باش نوصلوا لكم عصير. قولي ماما المقادير. انا دايره غير بنانه وحده حنا ماشي بزاف، حنا جوج الناس ديك الساعه اللي بغيت ناس ديري كثر. ديري بنانه مقطعه، جوج ليمونات، ليمون ديال الماكله، صبانيغ مغسوله ناشفه، نتوكلوا على الله. والماء ديري واحد لتر ديال الماء وجوج معالق السكر، اللي بغى السكر يديرو اللي مبغاش ما يديروش، الا كان ليمون حلو بنان حلو بلا ما ديرو اللي بغى يديرو. هذا عصير زوين كيعطي الطاقه وزوين بزاف بزاف. المهم حنا دابا غنميكسيو وغادي نرجع لكم غتشوفوا. صافي يطرد الماء اللي انا باقي ما درناه. هذا على حسب نتوما شحال غديروا، بنان حامض، هذا ليمون ماشي حامض، ليمون سوري نسيتها، او هذا سبيناكاس حنا درناهم طبيعيين، تقدروا ديروا حتى كونجيلي باردين. صافي وغادي تميكسيو هادشي كلشي مع بعض. كاين اللي كيبغي يعصر الليمون عاد كيديرو، لكن حنا غادي نخليوه باش يعطي كيجي زوين كيجي خاتر وكيعطي ديك البنه اكثر، كيجي اكثر بحال باناشي يعني خاتر، وعلى حسب الفيتامين باش يعطيو اكثر. صافي وغادي نوريكم الاخر ديالو. نتمنىكم عجبكم الفيديو ديالي وديروا لي سبسكرايب بارطاجيو دابا دابا ديروا سبسكرايب وباش نعطيكم ما احسن ما عندي. صافي يلا حتى البلاتي عليكم وغادي تشوفوا في الاخر كي غيجي العصير. ميكسي كتر، ايه ها هو العصير ديالنا. اللي عند اللي باغي ميكسي كتر يميكسي، اللي باغي يخليها كطريفات يبانو يخليو، واللي بغى يزيد كيوي يزيد كيوي، راه كتجي خطيره لان حنا ما عندناش متوفره في هذه الساعه. وهذا هو العصير كيغذي بزاف وفيه لي فيتامين، عوض باش تشربوا مناضه ولا شي حاجه حاولوا ديروا عصيرات ساهلين لانهم فيهم فيتامينات خصوصا في هذه فتره كورونا. ريحه الصبانخ ما كتبقاش كيدير رائع، ما كيبقاش كاع مذاق صبانخ، كيعطي عاد هذاك مذاق صبانخ عاد كيعطي واحد مذاق واحد النكهه سبيسيال اللي هي زوينه بزاف غيعجبكم. صافي هذه هي وصفتي وتم بعد وبوسه، وديروا لي سبسكرايب اللي ما دارش سبسكرايب يدير سبسكرايب دابا راني كنشوفكم، ديروها باش تبقاو من العائله ديالي. كنبغيكم كاملين نهاركم مبروك. المهم البنات هذا هو غدانا، دابا غادي ندوزو نتغداو في هاد الرحلة. وهادو هما اطباق ثلاثة اللي قلت لكم، يعني ماشي ثلاثة يعني جوج اطباق والعصير، وراه كيكونوا مغذيين بزاف وزوينين. نتمنى يعجبكم وديروهم ونتمنى يوصلكم، يعني انا راني كندير لكم كيفاش كندير حياتي بسيطة، يعني ما كنبقاش نزوق بزاف لا والو، هادشي باش يعجبكم. ودابا غادي ندوزو نتغداو انا والوالدة ديالي، ونهاركم مبروك وبغيتكم بزاف.